جميل. حاليا احنا 40 شخص موجودين في المحاضرة، وبالإمكان نبدأ نعاود من جديد. أنا معاذ، طالب طب في السويد وجزء من جمعية السجن ليبيا، ونحن طلاب طب وأطباء من أنحاء ليبيا وأيضا من خارج ليبيا، ونديروا في مشاريع أو في محاضرات على الجراحة أو على الطب أو على الريسيرش عامة. فاليوم بإذن الله المحاضرة عبارة عن على موضوع الـ Health Informatics في ليبيا، وحيقدمها لنا الأخصائي عبد الرحمن عبد الكافي. وأيوه، تفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن تسمع فيا؟ انت على الميوت. اوكي، عم احاول اعمل شير. اول شيء السلام عليكم جميعا، مساء الخير، سعيد جدا بوجودي معكم. اسمي عبد الرحمن، احاول اعمل شير للسكرين ان شاء الله. نبلش. تمام. تمام، حاليا لازم تكون شاشتي ظهرت عندكم. الشاشة في على الديسبلاي سيتنج بتاع المحاضر، مش على شاشة الباوربوينت العادية حاليا، فهمت؟ على جنبك دير لها ديزيبل. تمام، مازال نفس الشيء، لكن إذا تبي تبدأ المحاضرة هيك حتى هيك يمشي الحال، غير بس الشاشة كيف ما أنت تشوفها، يعني بنظرة المحاضر إذا فهمت. أخوي عبد الرحمن في أحد الخيارات برزنتيشن مود، برزنتيشن مود اضغط عليه اوكي، هيفتح لنا شاشة كاملة إن شاء الله. ثانية واحدة. ظهرت شاشة، أحسن. كويسة. شايفين برزنتيشن؟ كويس. طيب ممتاز، نبلش معناها. هل هيك ظاهر البرزنتيشن عندكم صح؟ صح. طيب ممتاز. السلام عليكم، معكم عبد الرحمن عبد الكافي، سعيد جدا بالتواجد معكم اليوم. أول فرصة وأول لقاء مع الشباب من ليبيا. إن شاء الله اليوم راح نكون مع بعض في الحديث عن أحد أهم الأبليكيشنز اللي موجودين في موضوع الـ HMIS. DHIS2 ممكن يكون حدا منكم سامع عنه. راح نتعرف عليه، نشوف كيف ممكن واحد يستعمله، راح نحاول نشوف إمكانيات اللي فيه، زائد راح نحاول نشوف حتى كيف ممكن واحد ياخذ معلومات أكثر، كيف يبدأ ومن وين يحصل هاي المعلومات. طبعا هذا السيستم مستعمل في ليبيا ضمن وزارة الصحة وفي أكثر من مشروع، فمن المهم جدا أنه الشباب في ليبيا يطلعوا عليه. أتمنى تكون لهجتي مفهومة للجميع، راح أحاول أنه قدر الإمكان أتكلم باللغة الفصحى، ما قدرت على ذلك. في نهاية السيشن إن شاء الله راح يكون في عنا حيز وقت لموضوع الأسئلة، راح ناخذ فيه أسئلتكم، وفي حال صار أي مشكلة الشباب حيساعدوني، في حال كان في مشكلة في الصوت أو في الصورة بس أعطوني خبر. زي ما حكينا الأجندة اليوم، رح نحكي شوي كأوفر فيو عن DHIS2، نشوف الهيستوري تبعه، كيف بدأ ومن وين انطلق، رح نشوف أهم الفيتشرز الموجودة، حنتعرف على الـ
داتا مودلز اللي موجودة ضمن الدي اتش اي اس 2. نشوف ديمو لايف عن السيستم، نشوف بعض الإمكانيات في الأناليسز، بعدين حنتعمق أكثر ونشوف الريسورسز كيف واحد ممكن يجمع معلومات أكثر عن دي اتش اي اس 2 لو حاب إنه يكمل في هذا الموضوع. أعرفكم بحالي أكثر، أنا دارس في تكنولوجيا المعلومات، عندي خبرة طويلة في موضوع العمل ضمن أقسام المعلوماتية أو أقسام تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات، إن كان في قطاع التعليم والجامعات أو في قطاع الشركات أو حتى في قطاع المنظمات الغير ربحية. حالياً أعمل على ماجستير في إدارة التكنولوجيا، مهتم جداً في مواضيع إدارة المشاريع وحاصل على بعض الشهادات في إدارة المشاريع. شغال في موضوع دي اتش اي اس 2 أعتقد لمدة 4 أو هي السنة الخامسة في موضوع دي اتش اي اس 2 كبروجكت مانجر في عدة مشاريع. دربنا كثير أشخاص أنا وفريقي حوالي 300 شخص، بحاول طبعاً أساعد في موضوع دي اتش اي اس 2 ضمن العالم العربي وضمن المتحدثين في اللغة العربية. الكونتاكت تبعي موجود، سعيد جدا بأي تواصل أو أي حد أو أي حدا محتاج أي مساعدة، وإن شاء الله رح أرجع أشارك معكم الكونتاكت. نبلش نحكي عن الـ DHIS2. DHIS2 هو اختصار لـ District Health Information Software أو System، هو عبارة عن منصة مفتوحة المصدر ضمن مجال Health Management Information System. هذا السيستم بالذات يستعمل لإدارة البيانات الصحية، من جمع البيانات، تحليل البيانات، تخزين البيانات، وحتى عمل إظهار لهذه البيانات ومشاركتها. شوي عن السيستم وين موجود حالياً. DHIS2 مستعمل في أكثر من 60 بلد حول العالم، مشهور جداً في هذا المجال، ضمن يعني نحكي على 60 بلد ضمن ناشونال امبلمنتيشن او هو خلينا نقول مستعمل من قبل وزاره الصحه في 60 بلد حول العالم. في كثير حتى ان جي اوز ومنظمات دوليه بيستعملوا دي اتش اي اس 2. في حال حسبنا المشاريع اللي يتم استخدام فيها دي اتش اي اس 2 فهو مستخدم في حوالي 100 بلد في حال حسبنا الان جي اوز. DHIS2 يتم إدارته أو الليد في موضوع إدارة DHIS2 هي جامعة أوسلو في النرويج، هي المسؤولة عن تطوير أو إدارة تطوير السيستم، ولكن مثل ما حنشوف إن شاء الله لاحقاً في عدة تيمز أو عدة فرق موجودين في مختلف العالم حتى بيشتغلوا في تطوير DHIS2، مثل زي حكينا في الهند، فيتنام، في تنزانيا، إيرلندا، وفي اليو اس اي. DHIS2 كداتا موديل بيخدم أو بيقدم إدارة للبيانات من نوع الأجريجيت أو البيانات المجمعة، وأيضا إدارة للبيانات اللي على مستوى individual أو على مستوى الفردي. هنا شوي عن نشأة DHIS2. DHIS2 هو ناتج عن برنامج اسمه أو مبادرة اسمها Health Information System Program أو الHISP، عبارة عن شبكة عالمية، عبارة عن Action Research ناتجة عن تعاون بين جامعتين، جامعة أوسلو في النرويج وجامعة وسترن كيب في جنوب أفريقيا. أول ما ابتدأ هذا التعاون في 1994، في 1998 نشأ عنا شيء اسمه DHIS1. طبعاً هذا السؤال كتير بينسأل إنه ليش اسمه DHIS2، لأنه كان في فيرجن رقم واحد. هذا الفيرجن وهذا الإصدار كان مبني على مايكروسوفت أكسس وبلش في جنوب أفريقيا. بعدين بعد صار في طلب أكثر، صار في احتياج لأنه تتوسع أو يتوسع هذا الأبليكيشن، ففي 2006 ابتدى كويب بيز، تم تحويله من الأكسس لحتى يصير أبليكيشن مستقل ويصير يشتغل عن طريق الويب. في 2012 ابتدت الأكاديمي الـ DHIS2 Academies، مثل ما حنشوف لحد 2014 بلش السيستم ينتشر كتير حول العالم ووصل لحوالي 46 بلد.
كان شفنا حاليا دي شيز 2 وين مستعمل، فرح نشوف هاي الخريطة ممكن توضح لنا وين مستعمل، وممكن حتى إذا حولنا على البراوزر يكون واضح أكثر. مثل ما ملاحظين سيستم مع الزمن عم ينتشر، حاليا مستعمل في 60 بلد على مستوى ناشونال، على مستوى الحكومة ووزارة الصحة، مستعمل في حوالي 22 ولاية في الهند، وحاليا في عنا 13 بلد عم بيجربوا السيستم ضمن مرحلة البايلوت. إذا حكينا أكثر عن البلدان العربية اللي بتستعمل الـ DHIS2، رح نشوف مثلا ليبيا، نشوف الجزائر، السودان، فلسطين، لبنان، اليمن، شمال سوريا. مثل ما ملاحظين سيستم كتير منتشر في أفريقيا، في الدول الأفريقية وفي جنوب شرق آسيا. طبعا بالفترة الماضية بسبب الكوفيد 19 كمان DHIS2 ساعد في هذا الموضوع، وتم استخدامه كمان في بلدان كتيرة، تم تطوير باكج خاصة لموضوع الكورونا فيروس وتم استخدامه في عدة بلدان. رجعنا للبرزنتيشن. نتعرف أكثر على السيستم كفيتشرز. مثل ما حكينا هو open source، للناس اللي ما عندهم فكرة عن الـ open source، open source هو نوع من أنواع البرمجيات. أمثلة عليه هو الأندرويد، أمثلة عليه اللينوكس. فDHIS2 يتم تطويره ضمن مفاهيم الأوبن سورس، فبالتالي نحن في عنا حرية الاستخدام والتعديل وإعادة التوزيع أو حتى الوصول حتى للكود المصدري. هو عبارة عن جينيريك بلاتفورم، يعني هو بيجي كداتابيز بتكون فارغة أو فاضية ما فيها أي شيء، يتم تخصيصه بناء على متطلبات المؤسسة. يعتمد على أحدث التكنولوجيز. السيستم منتشر في أكثر من قارة، منتشر في بلدان كثيرة، في عدة يعني جهات عم تستثمر في هذا السيستم، فمنلاحظ إنه السيستم دائما عم يتبع أحدث التكنولوجيز، دائما عم يتطور. في عنا ميزة مهمة جدا بنظري، موضوع الانكانتري اونرشيب. أحد أهم ميزات اللي خلت السيستم ينتشر ويتم اعتماده من كتير حكومات هو إنه نحن في عندنا الإمكانية من خلال استخدام DHIS2 إنه نحصل على سيستم خاص فينا، نحصل على منظومة خاصة فينا لا تتبع لأحد، ملكية كاملة لهي المنظومة، ملكية كاملة للسيستم والبيانات التي يتم إدارتها ضمن السيستم، تحكم كامل في موضوع الوصول لهذه البيانات. فبالتالي نحن في عنا ثقة كاملة في DHIS2 من ناحية الداتا سيكوريتي، من ناحية حماية البيانات. فهذا اللي خلى إنه كتير حكومات أو كتير وزارات صحة أو حتى مؤسسات دولية تعتمد على DHIS2. في موضوع capacity building، DHIS2 طبعا مثل ما حكينا في عنا جامعة أوسلو هي اللي عم تكون الليدر في موضوع إدارة هاي المنظومة الكاملة. ففي موضوع التدريب وموضوع الكاباسيتي بيلدينغ خاص في السيستم في عنا جزئين. الجزء الأول موضوع الدراسات العليا أو برامج الدراسات العليا التي يتم توفيرها في جامعة أوسلو اللي بتكون قائمة على استخدام السيستم. في عنا برامج ماجستير وبرامج دكتوراه. في عنا الموضوع الثاني اللي هو الأكاديميز اللي بتصير حول العالم في مختلف بقاع العالم، في أفريقيا، في أوروبا، في آسيا، في الهند. كل فترة بيكون في أكاديمي. طبعاً بسبب موضوع الكورونا وجائحة كورونا حالياً صار كل هذا الكلام أونلاين، فبالتالي في عنا ريسورسز كبيرة لموضوع التدريب والتطوير ضمن موضوع DHIS2. أحد الميزات المهمة في موضوع DHIS2 أنه هو كسيستم قادر على التكامل مع أنظمة تانية. ففي حال كان في عندنا مؤسسة في الأصل في عندها أنظمة تانية أو سوفتويرز تانية شغالة عليها، فمن السهولة أنه يتم ربط هذه الأنظمة مع بعض أو ربطها مع DHIS2. DHIS2 يستخدم في أكثر من سيكتور. هو صح ابتدى في موضوع صحة
وإدارة البيانات الصحة، ولكن حاليا يتم استخدامه في عدة قطاعات. يتم استخدامه في موضوع التعليم، في إدارة بيانات التعليم، يتم استخدامه في إدارة بيانات الزراعة، يتم استخدامه في موضوع الإحصاء السكاني. فهو زي ما حكينا كسيستم هو جينيريك، يمكن عمل له كاستمايزيشن أو عمل تخصيص بحيث أنه يناسب الريكوارمنت أو المتطلبات اللي موجودة عند المؤسسات. النقطة الأخيرة اللي هي موضوع الاستدامة، دي شايستو حاليا يتم دعمه من مختلف الجهات، يتم دعمه على مستوى مؤسسات من الأمم المتحدة مثل الـ WHO مثل اليونيسف، يتم دعمه من منظمات دولية مثل الـ CDC مثل الـ PSI، يتم الاعتماد عليه. حاليا في عنا توجه كبير من الـ WHO بعمل باكجز جاهزة يتم توزيعها مع الماتيريالز الخاصة في البرامج اللي بيقدموها أو اللي بيساعدوا بتوفير ماتيريالز خاصة فيها، مثلا مثل الـ TB مثل الـ HIV. حاليا كسيستم في كثير جهات عم تدعمه، في عنا فند كبير يتم استعماله في تطوير السيستم وتطوير الناس اللي بيستعملوا السيستم. في موضوع this information system، مثل ما بنعرف طبعا في عنا أكثر من ليفل على مستوى البلد بيتم فيه إدارة المعلومات الصحية. دي شايستو بيشتغل على كل هذه الليفلز، يعني ممكن نحن نستعمل دي شايستو على مستوى الفرد بحيث نحن نكون في عنا مثلا فولو أب لمرضى، ممكن نستعمله على مستوى الفاسيليتيز، على مستوى الهيلث فاسيليتيز، ممكن نستعمله على مستويات أعلى على مستوى الديستريكت أو على مستوى الجوفرنريت. طبعا كل ما نطلع نحن في مستوى يتم تجميع هذه البيانات، وممكن حتى نستعمله على مستوى انترناشونال، مثلا في عنا بعض المؤسسات الدولية في عندها سيستم أو في عندها DHIS2 سيرفر بتم تجميع البيانات من مختلف الدول. فالسيستم قادر أنه يساعدنا على إدارة البيانات وتحليل البيانات على كل المستويات الموجودة في نظام صحي. نحكي شوي نشوف السيستم كواجهات مشان ما يكون فقط حديث نظري، وبعدين إن شاء الله راح أكمل في سلايد. بس بدي تأكيد أنه شايفين الواجهة اللي خاصة في السيستم. في معاذ حاليا نشوفه في السلايد ديمو. شايف سلايد؟ بس اللي مكتوب فيها ديمو. ظهرت الشاشة يا أخي؟ مازالت نفس الشاشة تو. أوكي حاليا تغير شكلها، حاليا ديل وتو ردت السلايد ديمو. نشوف الفارة بتاعتك و... أوكي طيب خلينا نشوف. أيوة تمام هيك واجهت الخريطة والألوان وكذا. إيه كان أخذ شاشة تانية فلذلك عمل لي هاي المشكلة. ها. جميل جداً جداً. هل أول إن شاء الله ما حنروح على الديمو، خلينا نروح نبلش للناس اللي حابة أصلاً تعرف كيف نحن وصلنا لهي الواجهة. هنروح على موقع DHIS2.
dhis2.org. تمام، هذا الموقع الرسمي اللي ممكن تلاقوا فيه طبعا كل ريسورسز راح نحاول نحكي عنهم شوي. من ضمن الريسورسز في عندي رابط هو ديموز، فهون ممكن اوصل لعده سيرفرات بحيث انه يعني اجرب واشوف في السيستم. اول ما ندخل على السيستم حنشوف الداشبوردات، نشوف كيف انه دي شيء ستوب بخليني اعمل اظهار للبيانات في عده اشكال. ممكن انا اظهر البيانات اللي عندي بعد ما اعمل اناليسز على شكل تشارت، ممكن اظهرهم على شكل مابس، على شكل خرائط، وممكن مثلا اظهرهم على شكل تيبلز. طبعا هي البيانات الحاليه موجوده هي البلد اسمه سيراليون، موجود في افريقيا. الارقام هي عباره عن ديمو داتا، يعني ارقام مش حقيقيه. ممكن طبعا انا اتنقل بين الداشبوردات بسهوله، ممكن اعمل داشبورد لكل برنامج طبي عندي. تمام، ممكن اعمل داشبوردز على عدد كبير من الداشبوردز. طبعا في عندي هون قائمه عم شوف فيها الابلكيشنز المختلفه اللي ضمن الدي اتش اي اس 2. فممكن بسهوله مثلا نفتح تطبيق المابس، ممكن ننتقل لتطبيق مثلا هون فيني اعمل الخرائط اللي بدي اياها، ممكن مثلا انتقل لتطبيق جمع البيانات. تمام، فملاحظ انه السيستم كواجهات هي جدا بسيطه. ممكن انا هون اجمع بسهوله البيانات. طبعا السيستم بيدعم تعدد المستخدمين، بيدعم تعدد اللغات. انا ممكن اترجم الواجهه، ممكن انه يصير الواجهه عندي باللغه العربيه، ممكن حتى يكون في عندي ترجمه لكل الاستمارات او كل الفورمز اللي انا عم استعمله داخل السيستم. تمام، هذا السيستم اللي عم نحكي عليه. سيستم جدا مغري، جدا سهل الاستخدام، حتى مو شرط يكون الشخص هو شخص من باك جراوند تقنية ليستعمل السيستم. السيستم مصمم ليتم استخدامه من قبل الناس الشغالين على مستوى البروجرامز أو شغالين على مستوى البرامج الطبية. ممكن أي طبيب بسهولة إنه يعمل أناليسز للبيانات بنفسه بدون ما يحتاج أي مساعدة من شخص خلينا نقول هو يعني خبير في تحليل البيانات. نرجع إن شاء الله نشوف السيستم، وحننتقل إن شاء الله بين الواجهات ونشوف الابليكيشنز المختلفة. نكمل شوي، في عندنا جزء شوي نظري ولكن هو جدا مهم حتى نفهم كيف بيشتغل دي شايز 2 أو حتى أغلب أنظمة إدارة المعلومات. دي شايز 2 إذا حكينا على الجزء الخاص بالداتا، هو بيشتغل على نوعين من البيانات، الاجريجيتد او البيانات المجمعه، والانديفيدوال اللي هي بتكون على مستوى الفردي او مستوى الشخص. هنا مثلا على مستوى الاجريجيتد او البيانات المجمعه، فانا هون بستخدم شيء اسمه داتا سيت. داتا سيت هو عباره عن انعكاس للفورمز اللي ممكن نشوفها ضمن اي فاسيليتي، ضمن اي مشفى او ضمن اي مركز صحي، بيتم تحويلها الى داتا سيت على السيستم وبيتم جمع البيانات وتحليل البيانات بناء عليه. طيب كامثله عن داتا سيت او عن الاجريجيتد داتا في السيستم، ممكن احنا يكون في عندنا اداره البيانات الخاصه في التطعيم او اللقاح الايمونايزيشن. ممكن مثلا يكون في عندي استماره خاصه بالناس اللي تدربوا على الفاميلي بلاننج. ممكن مثلا يكون في عندي استماره تكون عم تعمل تراكينج للريفيوجيز مثلا اللي موجودين عندي. فكلها هي عباره عن بيانات مجمعه، هي بتكون عباره عن ارقام يتم ادخالها على السيستم. راح نشوف ان شاء الله مثال عنها. النوع الثاني من البيانات اللي بيتم ادارته من خلال دي شايز 2 اللي هو الانديفيدوال او اللي هي على مستوى الفردي. في عندي نوعين، في عندي شيء اسمه ايفنت بروجرام، في عندي شيء اسمه تراكر. الايفنت بروجرام هو مثل اي اداه جمع بيانات احنا ممكن نستعملها، مثلا مثل الجوجل فورمز، مثل الكوبو تول بوكس. بيتم تصميم استماره لجمع البيانات بس، ولكن في هاي الحاله انا ما بيكون في عندي استهداف لشخص بذاته، ما في عندي ريجستريشن فورم، ما في عندي معلومات بتخص الهويه او الاي دي الخاصه بهذا الشخص. في حال كنا عم نحكي على
عن مثلا مرضى. بينما التراكر بروجرام هو عبارة عن برنامج هو أقرب للبرامج اللي بتتابع المريض. مثلا في حال كنا نحكي على مرضى، فأنا يعني بقوم بتصميم برنامج كامل بتم تسجيل فيه المريض، بتم أخذ كل البيانات اللي بتهمني ضمن استمارة التسجيل، وبعدين بيكون في عندي مراحل لحد ما يمشي فيها هذا المريض ضمن البرنامج. طيب إذا أخذنا أمثلة عن الإيفنت والتراكر، فمثلا بنحكي على الايفنت ممكن يكون في عندي انا فاسيلتي اسسمنتس. اذا كان سمعانين بالسارة، هو عباره عن تول لتعمل اسسمنت للفاسيلتيز او الهيرمز، فهي التولز يتم استخدام الايفنت في انشائها ضمن الدي اتش اس 2. او ممكن مثلا يكون في عندي شيء علاقه في الاديوكيشن، ممكن اسجل عدد المحاضرات اللي، او في حال صار في عندي محاضره او صار في عندي تدريب معين ضمن موضوع طبي او غير طبي، فانا ممكن بسهوله انه يكون في عندي ايفنت بروجرام مشان ادير هاي البيانات. حال حكينا على الامثله عن تراكر بروجرامز، فهون بنشوف في عندنا تنوع كبير. دي شايستو اصلا حاليا اغلب التطوير تبعه هو في جانب التراكر، يتم استخدامه بشكل واسع جدا جدا. فممكن أنا من خلال التراكر، في حال كنت أنا مقدم لأي خدمة، ممكن تكون خدمة ضمن النترشين، قد يكون حتى موضوع اللقاح، قد تكون خدمة لرعاية الأمومة أو رعاية الطفل، فأنا ممكن بسهولة أنه أعمل تصميم لهذا البرنامج الطبي ضمن التراكر، وأعمل ريجستريشن للأشخاص، بعدين أعمل لهم انرولمنت أو أسجلهم في هذا البرنامج وأعمل لهم فولو أب. التراكر حتى يمكن استخدامه ليس فقط للأشخاص، مثل ما حكينا دي شايستو هو عبارة عن جينيريك تول، يتم استخدامه حتى في عمل تراكينج قد تكون إكيوبمنت صحية أو طبية، قد يكون في عندي تراكينج لأدوية ضمن قسم اللوجيستيكس، فممكن حتى أستعمل التراكر. مثل ما حكينا هو بيجي أصلا عبارة عن سيستم فاضي ما فيه أي شيء أنا ببني فيه وبعمل يعني بناء وبعمل كاستمايزيشن لكل البروجرامز او كل الاستمارات او كل الفورمز اللي انا بدي استعمله. فكملخص، دي شايستو من نوع البيانات هو بيشتغل على نوعين من البيانات، هي الاجريجيتد داتا اللي هي بتم التعبير عنها ضمن السيستم في موضوع الداتا سيت، او ممكن يكون في عندي النوع الثاني اللي هو عباره عن individual based داتا اللي هي بيكون ضمن السيستم من خلال عمل بروجرامز، اما تكون ايفنت بدون تسجيل أو بدون أخذ معلومات الشخص، أو ممكن يكون ضمن التراكر اللي بيتم عمل فولو أب للحالة عم نحكي على مريض ضمن برنامج طبي معين. من أشهر البرامج اللي بيتم عملها داخل دي شايستو مثل مثلا التي بي، مثل الاتش اي في، مثل الملاريا، هذا كله بيتم إدارة البيانات تبعه دي شايستو. دي شايستو كداتا موديل قائمة على مفهوم جدا بسيط، قائمة على الـ 3W اللي هو الـ Where, الـ What, الـ When. أنا في حال بدي أدخل أي value على السيستم لازم تكون مضبوطة بهي الطريقة، لازم أعرف أنا هاي الـ value مثلا تعبر عن نقول عدد جرعات، فأنا لازم أعرف هي بالضبط شو الـ Data Elements أو شو الـ value اللي بتعبر عنها، لازم أعرف هاي الفاليو ضمن أي فترة زمنية تم جمعها، ولازم أعرف بأي مكان تم جمعه. فدي شايستو قائم على هذا المفهوم في جمع البيانات، في تخزين البيانات، في تحليل البيانات، يعتمد على الوير الوات الوين. هلا رح نشوف كيف هذا الكلام موجود ضمن السيستم. فأنا من خلال الوير أنا بيكون في عندي شيء اسمه organization unit. organization unit بتعبر عن في حالة عم نحكي التطبيق على مستوى بلد، فبيكون عبارة عن الـ administrative division أو التقسيمات الإدارية. فممكن يكون مثلا في عندي مستوى الأول هو مثلا مستوى الكوميونيتي، بعدين في عندي مستوى أعلى منه بيعبر عن مثلا district أو بيعبر عن الجوفرنريت، قد يكون في عندي مستوى أعلى بيعبر عن regions، وعندي آخر شيء مستوى national. فدائما الـ where يتم تعبير عنه في الدي شايستو بي organization unit. الوات هي فعليا النوع البيانات اللي انا عم اجمعه. الوين يعبر عن البيريود، حنشوف كل هاي التفاصيل ان شاء الله، بس ولكن مضطرين نحكي شوي بشكل نظري.
هذا الكلام في الاجريجيتد داتا. لما نروح على القسم الثاني من البيانات اللي هو التراكر، اللي هو بيكون عبارة عن برنامج مع تسجيل، فبالتالي أنا بيزيد عندي بعد، هذا البعد نسميه الهاو. فأنا في حال كان عندي برنامج يستهدف مرضى، فأنا هون في عندي بعد رابع هو بيعبر عن بيرسون، بيعبر عن شخص. أحد أهم ميزات دي شايستو أنه يمكن حتى إضافة كاستوم دايمنشنز، أنا ممكن لما يكون عندي جمع بيانات حدد هاي البيانات تم جمعها من أي مشروع، من أي مانح، من أي فريق، فممكن بسهولة حتى أستعمل custom dimensions. فكتلخيص سريع، DHIS2 كداتا موديل بيعتمد على، خلينا نقول في عنا dimensions أساسية اللي هي الوير الوات الوين ضمن aggregated data كأساس. وفي حال كنت عم استعمل tracker program مع تسجيل، فأنا بنضاف عندي بعد رابع اللي هو الهو، اللي أنا بعبر فيه مثلا في حال كنت عم أحكي على person، فأنا بيكون في عندي ملف تعريفي أو صفحة بيتم تسجيل فيها كل المعلومات اللي خاصة بهذا المريض. بالإضافة إنه أنا ممكن حتى أضيف custom dimensions عند الحاجة، بحيث إنه تفيدني في موضوع data analysis، فممكن أعمل dimension إضافي لأسجل فيه المشاريع أو أحدد فيه المشاريع اللي تم جمع البيانات منها، أو المانح اللي كان عم بيقدم هاي السيرفيس الخاصة في هاي البيانات، أو حتى مثلا الفريق اللي قام بمثلا تقديم هاي الخدمة. فممكن بسهولة واحد يضيف هاي الكاستوم دايمنشن. كان أخذنا حالة عملية كيف أنا بدي أعبر عن داتا فاليو، خلينا نقول في عنا مثلا رقم 7، هذا الرقم 7 أنا بدي أخزنه أو أديره ضمن الـ DHIS2. فأنا في عندي 3 أبعاد أساسية ما فيني ولا حتى بقدر أنه أتعامل مع هيدا تفاليو بدون ما أحدده. أنا بكل سهولة رح أقول أنه هذا الرقم 7 هو يعبر عن TB cases، تمام؟ فأنا هون حددت البعد اللي خاص بالوات وتم جمعه ضمن كلينينج معين أو ضمن فاسيليتي معينة، فأنا هون عبرت أو أعطيته البعد الخاص في الوير، وضمن البعد الخاص في البريود أنا حددت إنه هذا الفاليو اللي هو 7 يعبر عن الـ TB cases في الفاسيليتي المعينة عن شهر مارش 2011. فأنا بهي الطريقة بتم إدخال البيانات على السيستم، تخزينها وإدارتها وعمل أناليسز لها. بالإضافة إنه أنا ممكن حتى أعمل custom dimensions، ممكن أقول أنا في عندي custom dimension يعبر عن project أو يعبر عن الدونر. طيب مثل ما حكينا الـ where هو يعبر عن organization unit، فأنا بيكون في عندي في حالة عم حكي على أنه هو السيستم مطبق في بلد، فبالتالي لازم يكون في عندي هيكلية كاملة للتقسيمات الإدارية خاصة في البلد. فأنا من خلال الوير بعبر عن التقسيم الجغرافي، تمام؟ جمع البيانات بالعادة بيتم بيكون يعني بيكون على أقل مستوى، ففي حال كان أنا في عندي مستوى الفاسيليتي، فبتم جمع البيانات عادة على مستوى الفاسيليتي، وبتم بعدين عمل أجريجيشن أو تجميع على مختلف المستويات. حكينا مرة تانية عن الوات. الوات هو يعبر عن data element، أو اللي أنا فعلياً يعني هذا الرقم أو هاي الفاليو هي بتعبر عن أي شيء. فممكن يكون هذا الرقم مثلاً عبارة عن malaria cases، ممكن يكون عبارة عن ANC one visit، ممكن يكون عن عدد جرعات للقاح معين مثلاً مثل measles. هو طبعاً بيتم الداتا element هو بيكون عبارة عن ويتم التعبير عنه بـ number of أو counts. يعني أنا لما بكون عم دخل شيء على DHIS2 هو دائما بيكون عبارة عن raw data، تمام؟ فبيكون عبارة عن عدد معين من الحالات، ويمكن إنه أعمل disaggregation لهذا العدد. فأنا ممكن لما عم أجمع مثلا لقاح معين أو عدد جرعات للقاح معين ممكن أعمل له disaggregation أو أعمل له تقسيم بناء على مثلا العمر، مثلا اصغر من السنه او فوق السنه او اكبر من السنه، وممكن اعمل مثلا ديس اجريجيشن على مستوى الجنس مثلا ميل فيميل.
فهي الداتا أنا ممكن أدخلها حتى بطريقة disaggregated. بعدين من خلال analysis applications أنا ممكن أرجع أعمل aggregation لهي البيانات. periods أو الفترات الزمنية اللي ممكن أنا أستعملها دي شايفتو في عنده نوعين من الفترات الزمنية. أنا في عندي fixed periods مثل مثلا daily, weekly, monthly أو yearly، زائد في عندي نوع اللي هو بيكون عبارة عن absolute. لا absolute ممكن إذا أخذنا مثال sorry هو relative مش absolute، أنا آسف. في عندي نوع اللي هو relative اللي بيتم عن تعبير عنه ب this month أو this year, last month أو last 12 months. الفكرة منه أنه أنا في حالة عملت analysis معين ممكن أن أثبت هذا الاناليسز وأستعمله دائماً، ممكن أثبته على الداشبورد. فالperiods في عندي نوعين، fixed أو المسمية absolute اللي هي بيكون عبارة عن تاريخ معين أو فترة زمنية محددة. أنا في حال مثلاً كنت عم دخل بيانات على مستوى شهري، فأنا بحدد مثلاً هاي البيانات خاصة بشهر مثلاً أبريل 2020. ممكن يكون مثلاً في عندي بيانات على مستوى السنة زي مثلاً الإحصاء السكاني، فأنا بكون عم دخل على الفترة الزمنية نفرض 2019. ولكن في ناحية الاناليسز لما بعمل اناليسز لهي البيانات أنا ممكن يكون في عندي نوع تاني من البيريودز بيتم اختياره ضمن الابليكيشنز الخاصة في الاناليسز اللي هي بتكون عبارة عن مثلا this month, this year, last month. في التاريخ اللي أنا بكون عم أطلب فيه هذا الريبورت فهو بيروح بياخد هذا التاريخ وبعدين بيشوف فترة الزمنية اللي أنا عم أطلبها وبيجيب لي البيانات. هذا بيفيدني كتير لما أنا بكون عامل مثلاً داشبورد بتعبر لي عن إنديكيترز معينين أو بتعبر لي عن بيانات معينة. هاي داشبورد في حال أنا ثبتت عليها relative periods فبتم دائماً إدخال بيانات وهي داشبورد بتم تحديثها. نشوف السيستم، نشوف كيف هاي dimensions عم بتم استخدامها في السيستم. نحكي معلومات نظرية. نروح مثلاً على تطبيق بسيط إنه أنا بدي أعمل إدخال للبيانات. نروح مثلاً تطبيق الدات. زي ما شفنا هون على اليسار شايفين في عندي شجرة. هاي الشجرة تعبر عن المستويات أو التقسيمات الإدارية الخاصة في البلد. هون نحن أخذين مثال سيراليون، فهي الشجرة تعبر عن التقسيمات الإدارية الخاصة في سيراليون. زي ما حكينا أنا حتى أعمل إدخال أو تخزين أو analysis لأي بيانات لازم على الأقل استعمل الـ core dimensions اللي هن الـ what اللي يتم تعبير عنها في الـ organization unit، الـ what sorry الـ where اللي يتم تعبير عنها في الـ organization unit، الـ what اللي هي عبارة عن data set أو data elements. data set طبعا هي عبارة عن مجموعة من الـ data elements اللي رح نشوفهم، ولازم أحدد الـ period. فمثلا في حال أنا رحت على أي facility موجودة عندي على الشجرة، أنا مجرد ما أضغط على هي على اسم الفاسيليتي فأنا بكون اخترت البعد الأول اللي هو يعبر عن organization unit أو يعبر عن الوير. بعدين رح تظهر عندي قائمة في كل الفورمز اللي موجودة أو مفعلة على هي الفاسيليتي. فمثل نحن ما بنعرف كل فاسيليتي حسب نوعه، في حاله كان مركز صحي ولا كان هو مشفى عام أو مشفى تخصصي بيتم جمع بيانات شهرية من هي الفاسيليتي، ولكل نوع فاسيليتي بيتم فتح أو يعني تحديد استمارات خاصة فيه. فمثلاً ممكن يكون مثلاً المركز الصحي في عنده استمارات أكثر من المستشفى التخصصي. هذا الكلام كله يتم إدارته بسهولة ضمن السيستم، فأنا حسب نوع أو مستوى الفاسيليتي يظهر عندي الاستمارات اللي مفتوحة أو اللي أنا ممكن أدخل بيانات عليها. فمثلاً لو استعرضنا استمارة بشكل سريع لازم أحدد البريود. فهون مثل ما أننا ملاحظين البريود هي عبارة عن أشهر، قد يكون في عندي استمارات تانية البريود تعبر عن سنوات، أو قد تكون في عندي استمارات البريود تعبر عن أسابيع أو قد تكون أيام. فأنا لحد ما تظهر عندي الاستمارة أو يكون في عندي إمكانية أن أدخل بيانات لازم أختار على الأقل الثلاث أبعاد الأساسية مثل ما حكينا اللي هي الوير الوات والوين. فهون بعد ما حددت هي الأبعاد فتظهر عندي استمارة جدا بسيطة، تمام؟ بتعبر عن الاستمارة الورقية. يعني بالعادة بتم عمل انعكاس أو نحن نأخذ الاستمارة الورقية اللي أصلاً بتم استخدامها في الفاسيليتيز، و
وبيتم عمل إضافة على السيستم، نحاول تكون قدر الإمكان قريبة للاستمارة الورقية بحيث أنه اليوزر أو المستخدم ما يحس أنه في فرق كبير. زي ما شايفين أنا عندي هاي الاستمارة، في عندي هاي الداتا إليمنتس، خلينا نقول كل سطر يعبر عن داتا إليمنت. إذا شفنا أول داتا إليمنت عبارة عن بي سي جي دوسز جيفن، فعدد جرعات لقاح البي سي جي اللي تم إعطائها في هذا الشهر اللي هو نوفمبر 2020 ضمن الفاسيليتي المحددة. طبعاً أنا ممكن أنه لما أدخل بيانات يكون في عندي requirements أو يكون عندي متطلبات أنه تكون هاي البيانات معملة disaggregation، يعني أنا ممكن أدخل رقم واحد أو خلية واحدة تعبر عن عدد جرعات البي سي جي، ولكن أنا بسبب الحاجة إلى أن يكون في عندي هذا disaggregation ضمن مرحلة الاناليسيز أو مرحلة التحليل، فأنا ممكن أعمل disaggregation وأعمل تقسيم أو تفريع لهذا الرقم أو لهي الفاليو بناء على عدة categories. فهون مثلا نشوف أنه أخذين نوع الخدمة أو نوع الفريق، هل هو كان fixed ولا outreach، هل هو فريق قدم هاي الخدمة أو قدم هذا اللقاح ضمن مركز، أو هو راح للأطفال وعطاهم هذا اللقاح. عندي مستوى تاني من التقسيم اللي هو أصغر من سنة أو أكبر من سنة، فأنا ممكن أعمل تقسيم على مستوى العمر. طبعاً كل هذا الكلام أنتوا شايفينه، هذا كله يتم عمله في السيستم بطريقة بسيطة. بنسبة 90% من الشغل في الـ DHIS2 ما بنحتاج أبداً لا نستخدم برمجة أو نستخدم أكواد. السيستم يتم استخدامه بنسبة كبيرة فقط من الواجهات، فبالتالي أي شخص عنده الدراية الكافية في أساسيات السيستم ممكن بسهولة يصمم الاستمارات، وممكن بسهولة يتم جمع البيانات وتحليلها. هاي الواجهة البسيطة لجمع البيانات الخاصة بالنوع الأجريجيتد. طيب إذا كان شفنا استمارة تانية، ممكن مثلا نشوف استمارة مثلا خاصة في الستوك أو المستهلكات الخاصة في اللقاح. فمنلاحظ هون أنا بعد ما اخترت البعد الثالث، هي الاستمارة تم إضافة إلى بعد رابع هو عبارة عن كاستوم، عبارة عن كاستوم دايمنشن يعبر عن البروجيكت. فأنا ممكن بسهولة أضيف أبعاد إضافية للاستمارة عندي، وبتم إدخال بيانات بناء عليها. فأنا لما بنتقل لواجهة التحليل بسهولة فيني أطلع أنه مثلا عدد الجرعات المتوفرة عندي ضمن هذا المشروع باعتبار تم إدخال بيانات على هذا الكاستوم دايمنشن. هاي واجهة الإدخال بكل بساطة للبيانات المجمعة. خلينا نشوف واجهة تانية لإدخال بيانات مثلا للنوع الإيفنتس مثلا. طبعا البيانات المجمعة هي فقط عبارة عن أرقام، عبارة عن أرقام، ما بيكون في عندي مثلاً أسئلة معينة من نوع yes no true false. هذا الحكي كله بيكون ضمن فقط الاستمارات أو ضمن البرامج الإيفنت والتراكر. هي عندي واجهة تانية كمان، نلاقي في عنا هون الشجرة تمام، اللي هي بتعبر عن الوير أو تعبر عن التقسيمات الإدارية. في حال كنت أنا عم استعمل مثلا السيستم على مستوى فاسيليتي فقط، على مستوى مشفى فقط، ممكن تكون هي الشجره او هي الهيكليه تعبر عن مثلا الاقسام. في حال كنت مثلا عم استعمل السيستم في مؤسسه او ضمن عمل بحثي او ضمن مشروع بحثي، فممكن هي الشجره تعبر عن اللوكيشنز اللي تشتغل فيها المؤسسه او تمت تقديم الخدمات فيها. فبنفس الطريقه لازم اول شيء احدد اللوكيشن، بعدين بختار البعد الثاني اللي هو الوات، شو هي البيانات اللي انا عم دخلها. فملاحظ هون في عندي عدة برامج موجودة، مثلا في عندنا الانتينينتال كير، في عندنا التشايلد بروجرام، في عندنا شيء خاص في الملاريا. خلينا ناخذ مثلا مثلا بروجرام اوكي مثل الانتينينتال كير. فمجرد ما اخترت البروجرام فرح يتم اظهار عندي قائمة
بكل الريكوردز اللي موجودة أو بكل الإيفنتس اللي موجودة ضمن هذا المجال، ضمن هاي، ضمن هاي الكلينيك أو ضمن هاي الفاسيليتي، تمام؟ بسهولة ممكن أعمل نيو إيفنت. فملاحظ هون شكل استمارة مختلفة تماماً. فهون صار في عندي أسئلة أو صار في عندي حقول مثلاً من نوع ديت بتعبر عن تاريخ، ممكن يكون في عندي أسئلة من نوع يس نو، زائد ممكن يكون في عندي تحكم في سلوك إدخال البيانات، فأنا ممكن يكون في عندي يعني أسئلة في حال أنا جاوبت عليها بيس رح يفتح لي سؤال تاني، تمام؟ فملاحظ هذا الكلام أنا موجود في الأجريجيتد داتا. بيتم إدخال البيانات وبعدين ممكن نعمل سيف. مثلاً هون أنا في عندي مشكلة، أنا عم دخل تكست في حقل بيحتاج نمبر، فملاحظ أنه ديش هيستو على مستوى الداتا كواليتي، هو بيعمل انتجريشن للداتا كواليتي على مختلف المستويات من لحظة إدخال البيانات، فبيتم تطبيق معايير داتا كواليتي. مثلاً في حال كان هذا الحقل هو لازم يدخل نمبر، ما فيني أو ما بقدر أنه أدخل عليه، أو العكس في حال كان أنا مثلاً في عندي حقل هو عبارة عن يس أو نو، فملاحظ هو رح يظهر فقط بهي الطريقة، فهذا بيساعدني أنه تكون عندي البيانات قدر الإمكان valid، قدر الإمكان ما تحتاج أي عمليات processing cleaning لهي البيانات والتأكد منها. فبكل بساطة فيني أعمل بعدين save وبيتم إدخال هذا الإيفنت. طبعاً ميزة مهمة جداً في DHIS2 إنه بيجي معه تطبيق موبايل يشتغل على الأندرويد integrated كامل مع السيستم، فأنا بكل سهولة لما بعمل أي برنامج إن كان تراكر ولا إيفنت أو حتى داتا سيت خاص في الأجريجيتد، فبيتم مزامنته فوراً على هذا التطبيق من خلال صلاحيات المستخدمين وكل شخص وين موجود. ممكن يكون في عندي أنا مثلاً مستخدمين بيشتغلوا على مستوى الديستريكت، ممكن يكون في عندي مستخدمين بيشتغلوا على مستوى الفاسيليتي، كل مستخدم حسب المستوى الشغال عليه وحسب مكانه بتظهر عنده فقط الاستمارات الخاصة فيه، ممكن حتى يشوف البيانات فقط اللي خاصة فيه. فهي مثل ما حكينا هي الواجهة الثانية الخاصة ببرنامج الإيفنت. إذا كان انتقلنا لنوع ثاني من البيانات اللي هو تراكر، هنشوف هون ندخل على موضوع أدفانس شوي. طبعاً تراكر هو من أعقد البرامج في DHIS2. تم تطوير هذا النوع من البيانات بحيث أنه يكون في عندي ردم للفجوة بين الأجريجيتد داتا والإنديفيجوال. يعني أنا بالعادة لما بكون في عندي فاسيليتي وأنا عم أجمع البيانات من هاي الفاسيليتي، فهن مثلاً رح يجوا آخر الشهر رح يجيبوا كل الريكوردز أو كل السجلات اللي عندهم، كل الريجسترز اللي عندهم، ويطلعوا منها الريكوردز ويحاولوا يعملوا عد لهي الريكوردز بشان يعطونا البيانات. ففي حال أنا كان في عندي مثلاً استمارة فيها مثلاً داتا إليمنت عم يسأل عن عدد الجرعات اللي تم إعطائها ضمن لقاح البي سي جي، فهن آخر الشهر بيكون في عندهم عملية يدوية لأنه يجيبوا كل الناس اللي يعطون اللقاح ويعدوا الأطفال اللي أخذوا مثلاً البي سي جي. فبعدين صار في عنا طلب أنه أنا ليش ما بستفيد من السيستم نفسه، هو اللي يعمل هذا العد، هو اللي يعمل هذا الأجريجيشن. فهون صار في طلب زيادة على أنه يكون في عندي نوع من الداتا اللي هو أنا بقوم بتصميم هذا البرنامج، بقوم بتصميم برنامج طبي لإدارة بيانات اللقاح. فلما بيجي عندي الطفل أنا فقط بيطلع عندي استمارة بسيطة، في حال أنا أعطيته مثلا لقاح البي سي جي ففقط بحط يس والسيستم هو بيعمل هذا العد، هو بيعمل هذا الأجريجيشن. لذلك كان في حاجة كبيرة لبرنامج تراكر، ومع الزمن تم تطوير هذا البرنامج بشكل كتير كبير. حالياً موضوع إدارة البيانات الخاصة بالكوفيد 19 من الكوفيد كيسز للكونتاكتس للفولو أب مع الكيسز، هذا كله بيكون ضمن تطبيق التراكر. ممكن أكون أنا بحكي بسرعة بس رح أحاول أعطيكم قدر الإمكان أكبر كمية من المعلومات، وممكن إن شاء الله لاحقاً في جلسات تانية إذا كان حبيتوا موضوع معين نركز عليه إن شاء الله جاهز. هون مثلاً إذا كان دخلنا على أحد البرامج الموجودة، يعني أخذ مثلاً هذا البرنامج، ممكن أعمل بسهولة ريجستر لشخص. فلاحظوا أنا هون ظهر عندي بروفايل، ظهر عندي معلومات لازم عن هذا المريض مثلاً.
الطفل، بحدد مثلا الجندر، ممكن حتى يولد لي اي دي، هون بحدد تاريخ ادخال هاي المعلومات، هون بيكون في عندي الاستماره او البرنامج اللي انا صممته بسهوله. انا في حال كنت عم دخل بيانات، فممكن الاقي انه الاستماره عم تغير شكلها، فهذا بيعطيني ديناميكيه كبيره بادخال البيانات، زائد بقلل من الاخطاء. في كمان احد الميزات اللي موجوده في داتا كواليتي، انا بكون في عندي فاليديشن رولز على مستوى ادخال البيانات. يعني انا كشخص مدير للسيستم بقوم بتطويره بهدف انه انا اتحكم اكثر في ادخال البيانات وامنع حدوث اخطاء. فلما الشخص يجي يدخل بيانات ويدخل بيانات خطا، او يكون في عندي علاقات غير منطقيه، مثلا ممكن يكون في عندي استماره انا عم دخل فيها عدد الملقحين، وممكن اقول انا ممكن اقول انا لقحت 50 طفل بلقاح معين، ولكن استخدمت مثلا 70 سيرنج او 70 حقنه، فممكن السيستم يعطيني هون خطا ويقول لي لا انت في عندك خطا منطقي. هذا كله بيساعد انه اضمن جوده البيانات. انا اذا كان دخلنا هيك بيانات بشكل سريع، مثلا لاحظوا هون انا عم دخل انه هذا الطفل اخذ البي سي جي دوز، فبكل سهوله انا بعدين من خلال تطبيق الاناليسز انا فيني اعمل كويري او اعمل استعلام عن كل او عن عدد الاطفال اللي اخذوا هذا اللقاح، فبسهوله بيطلع عندي الرقم، والسيستم هو بيقوم بعمليه العد بدل ما تكون عمليه يدويه. فهذا احد اهم الاسباب اللي خلى في طلب على التراكر. ممكن انا بسهوله اعمل سيف، مجرد ما دخلت معلومات الاساسيه، فملاحظ هون ظهر عندي داشبورد خاصه بهذا الطفل. فمثل ما حكينا تطبيق التراكر هو جدا متقدم، فانا بيكون في عندي داشبورد خاصه بكل مريض، بتظهر يعني هاي داشبورد تعرض معلوماته الاساسيه كبروفايل، حتى ممكن انا ادير ريليشن شيبس في حال كان عندي طفل وعندي والده الطفل او ام الطفل مسجله في الدي اتش اي ستور ضمن السيستم، فانا ممكن اعمل ربط للعلاقه بينهم، ممكن اعمل نوتس، ممكن حتى استعمل الكوميونيكيشن فيتشرز الموجوده، يعني ممكن ارسل ايميل او ممكن ارسل اس ام اس. طبعا هذا الكلام كارسال ايميل او اس ام اس ممكن يكون بشكل يدوي او ممكن يكون بشكل اوتوماتيكي. انا فيني مثلا من خلال السيستم اعمل توعيه خلال اس ام اس او من خلال الايميل، ممكن اعمل تذكير مثلا في حال كان عم نحكي على سيده حامل لازم انه مثلا تجي وتعمل زياره، فانا ممكن اعمل لها تذكير من خلال اس ام اس. فملاحظ في عندنا داشبورد حتى ممكن تعرض انديكيتورز ومؤشرات خاصه بهي الحاله بالذات. هون عم يعطيني تايم لاين بحدد فيه مثلا اذا كان شفنا هي اول استماره تم ادخالها، بعدين في الزياره الثانيه في حال كان عندي هذا البروجرام وفيه اكثر من ستيج او اكثر من زياره، فبكل زياره انا فيني اجمع البيانات بسهوله. فملاحظ مجرد ما اخترت التاريخ هون ظهر عندي الاستماره. حتى نكسب الوقت، شفنا هون الواجهات الخاصة بإدخال البيانات، شفنا الواجهة الخاصة بإدخال aggregated data، شفنا الواجهة الخاصة بإدخال event، شفنا الواجهة الخاصة في إدخال البيانات الخاصة بالتراكر. طبعا زي ما حكيت DHIS2 في له تطبيق على الأندرويد تم استخدامه بشكل كتير كبير، أو أغلب الناس اللي بيستعملوا تراكر أصلا بيتم استخدام تابلت، فبتظهر هاي البيانات كلها على التطبيق. مجرد ما انا عملت كاستمايزيشن لهذا البرنامج على السيستم، مباشره بيتم عمل مزامنه على التطبيق الاندرويد، وبعد ما يتم جمع البيانات بيتم رفعها على السيرفر بشكل اوتوماتيكي. طيب اذا كان حكينا شوي على تطبيقات الاناليسز، فانا ممكن اشوف في عندي تطبيقات خاصة بالبيفت تيبل، ممكن أنا عندي تطبيقات خاصة بالفيجواليزر اللي هي بتعمل لي تشارت، وفي عندي تطبيق خاص في الخرائط. طبعا لما بيتم إنشاء السيستم لأي بلد بيتم إدخال الخرائط الخاصة فيه أو الجي اي اس داتا، معلومات جغرافية الخاصة في هذا البلد. خلونا نشوف الناحية الثانية من السيستم، إنه أنا بدي أعمل أناليسز لمثلا بيانات أنا قمت بإدخالها. خلونا مثلا نفتح بشكل سريع البيفت تيبل. رح نلاحظ هون على اليمين، سوري على اليسار، رح نلاحظ انه هون بتم ادخال كل الخيارات اللي انا بحتاجها مشان اظهر البيانات، وعلى اليمين بتم هون اظهار البيانات.
فمثلا لو رحت بكل سهوله رحت على الداتا، انا فيني اختار هل هو انديكيتور او داتا اليمنت. طبعا في فرق في السيستم بين انديكيتور وداتا اليمنت. غالبا داتا اليمنت هي بتعبر عن الرو داتا اللي بيتم جمعها، بينما الانديكيتور هو عباره عن فاليو بتكون ناتجه عن كالكوليشن معين او عن معادله رياضيه معينه. فممكن تكون الانديكيتورز عباره عن مثلا اذا حكينا على اللقاح، فهي ممكن تكون عباره عن كفرج، يعني ممكن تكون عباره عن نسب التغطيه. في حال كنا عم نحكي على برامج تانية مثلا مثل اي ان سي، ممكن كمان تعطينا انديكيتورز عن الكفرج او دروب اوت ريت بين الزيارات، بين الزياره الاولى بين يعني زياره الاي ان سي 1 والاي ان سي 3. فهي الانديكيتورز داتا اليمنت تعطيني الرو داتا اللي انا دخلتها، وبتم اختيار هاي الرو داتا بسهوله او هاي الداتا اليمنت بسهوله. فاذا اخذنا مثلا ناخذ الاي ان سي، فهون راح يعطيني كل الداتا اليمنتس خاصه في الاي ان سي وبختارهم بكل سهوله بالضغط عليهم. بعدين فانا حددت اول شيء الوات، شو هي البيانات اللي بدي اظهرها، وبعدين بنتقل للبيريود. هون بيظهر عندي القسم الخاص بتحديد البريود، هل انا بدي اختار فيكست بيريود، ممكن انا اختار مانس. فهون رح يظهر عندي كل الاشهر اللي خاصه ب 2020. ممكن اعمل سيلكت او روح على السنه اللي قبلها او اللي بعدها بسهوله، او ممكن انا اختار هون من الريليتيف بيريودز. فممكن انا بدل ما اختار شهر معين ممكن اعطيني اخر 12 شهر، البيانات خاصه باخر 12 شهر. فهون انا حددت البيريود. بعدها هون راح اروح على تحديد الشجره او تحديد انا على اي مستوى بدي هاي البيانات. ممكن مثلا اول شيء اختار ديستريكت معينه واعمل ابديت، فظهرت عندي البيانات بسهوله. طبعا الاجريجيشن بيتم عمله على مستويين بشكل اساسي. المستوى الاول هو الهيكليه الجغرافيه، تمام؟ فاذا كان اخذنا مثال بسيط، ممكن انا بس بدي البيانات اللي خاصه بمثلا ناخذ هذا الشهر. إذا في عندنا بيانات مثلا، لاحظوا في عندي بيانات لهذا الشهر. في حال أنا كنت مختار الديستريكت فهو عم يعطيني البيانات خاصة في الديستريكت. ممكن أطلع مستوى بسهولة، فقط أختار المستوى اللي بعده وأعمل أبديت، هو رح يعطيني أجريجيشن مباشرة وبشكل سريع جدا جدا لهذا الداتا إليمنت. أنا ممكن أعمل أجريجيشن على مستوى الشجرة، ممكن أخذ البيانات على مستوى الناشونال، أو ممكن أخذه على مستوى محافظة، أو حتى على مستوى كوميونيتي معين، على مستوى مدينة معينة. فمجرد ما أختار أنا أحدد الليفل اللي بدي إياه، فبسهولة ممكن أعمل أبديت ويظهر عندي الأرقام. طبعاً إذا بدنا نحكي بشكل مستفيض عن هاي التطبيقات الموجودة قدامنا، فبتاخذ وقت منيح. في عندي كتير أوبشنز حتى أتحكم بطريقة العرض، أتحكم حتى مثلاً بطريقة إظهار هذا الجدول. أنا فيني أغير بشكله بسهولة، ممكن نحط البريود هي تكون عبارة عن عمود والرو هو عبارة عن داتا، فبس عملت أبديت بتغير الشكل بسهولة. هون لاحظوا طريقة استخدام هي جداً فريندلي، جداً سهلة. ما شرط يكون الشخص هو خبير في موضوع إدارة البيانات لحد ما يستخدم السيستم. طبعاً نلاحظ هون في عندي الكاستوم دايمنشنز اللي حكينا عليهم. أنا ممكن بسهولة من هون مثلاً أعمل disaggregation أو أطلع البيانات بناءً على بروجكت معين. ممكن أطلع البيانات بناءً على مثلاً مانح معين، كان في حال كنت أنا عم دخلها على مستوى دونر. ممكن أطلع البيانات مثلاً محتاج الأوربان أو الرورال كريف أو مدينة أو حضر، ممكن بسهولة أعمل هذا disaggregation. طيب ممكن ننتقل لتطبيق تاني، أعتقد شوي الوقت قليل. فمثلاً ممكن ننتقل للشارتس بشكل سريع. ممكن اختار مثلا اي داتا اليمنت، مثلا سوري بس ادخل على التطبيق مره ثانيه. ممكن اخذ داتا فيجوالايزر، فملاحظ سهولي انا بختار بنفس الطريقه انا بختار ال data elements او data اللي بدي اياها. بحدد اول شيء الداتا، مثلا خلينا ناخذ اي ان سي كفرج. احنا عم نحكي على indicator هو ليس الرو داتا. ممكن بعدين احدد البيريود اللي انا بدي اياها، تمام؟ خلينا ناخذ مثلا سنه years ونختار مثلا last year. ممكن بعدين
بسهولة أحدد على أي مستوى بدي هاي البيانات، نفرض بدي أخذها على كل مستوى البلد، مجرد ما عملت أبديت فرح يظهر عندي تشارت. رح كمل شوي على السلايدز إنه شوي الوقت هنا. فمثل ما حكينا أنا في عندي تطبيقات في الدي شايستو، في عندي تطبيقات خاصة بجمع البيانات، تمام، في عندي تطبيقات خاصة في تحليل البيانات. أنا ممكن بسهولة أخذ البيانات اللي هي تم جمعها من خلال روتين داتا أو من خلال الأجريجيتد وأعمل لها تحليل مع بعض مع البيانات اللي جاي من الإيفنتس أو من تراكر بسهولة. فأنا هون مالي مضطر أنه أوصل للبيانات اللي تم إدخالها على استمارة معينة مثل ما هي. أنا في عندي إمكانية أنه أخذ داتا إليمنت من إيفنتس وأخذ داتا إليمنت من الأجريجيتد داتا وشوف كيف عم يظهروا. ممكن أنا طبعاً هاي البيانات أظهرها على شكل خرائط أو أظهرها على شكل تشارتس أو بيفت تيبل مثل ما شفنا. حكينا عن تطبيقات المستخدمة أو الأدوات اللي فيني أنا أستعملها. في عندي كومبوننتس إضافية أو في عندي ريبورت إضافية. أنا ممكن أصمم ريبورت جاهز بحيث أنه يطلع مباشرة بشكل شهري من السيستم، ممكن أصممه بحيث يطلع بشكل PDF بشكل شهري، وحتى ممكن يتم إرساله بشكل أوتوماتيكي. كل هاي الإمكانيات موجودة عندي في السيستم. إذا حكينا بشكل سريع كيف أنا بدي أتعمق أكثر في السيستم، مثلا محتاج الدي اتش اي اس 2 كشخص موجود في مؤسسه او كشخص محتاج يعمل ريسيرش وبده يعمل اداره لهي البيانات الخاصه بالريسيرش تبعه في ضمن الدي اتش اي اس 2. اول شغله في عندي الاكاديميات الموجوده، في عندي اكثر من نوع للاكاديميز، في عندي اكثر من نوع للاكاديميز، في عندي اونلاين اكاديمي، في عندي ليفل 1 ليفل 2. اذا حكينا بشكل سريع على الاونلاين اكاديميز الموجوده، في عندي حاليا نوعين من هاي الأكاديميز. في شيء خاص كدي اتش اي اس 2 فاندمنتالز أو أساسيات الدي اتش اي اس 2، بيحكي عن أغلب المواضيع بشكل كتير مرتب وبيعطي خلينا نقول صورة واضحة عن السيستم. في عندي كمان أكاديمية تانية خاصة في الإيفنتس والفرق بين الإيفنتس والتراكر. هاي الأكاديميات موجودة على الموقع الرسمي هلأ بنشوفها. طبعا في حال واحد حضر أو في حال هذا الشخص حضر هاي الأكاديميز ممكن ياخذ شهادة بنهاية الأكاديمية. طبعاً في عنا تدريبات عملية بعد ما يقوم بتنفيذها، فممكن يأخذ شهادة من جامعة أوسلو. هاي الأكاديميات هي بتكون أساسية لأي ليفل تاني، يعني أنا أي شخص بده حيدخل على الليفل الأول لازم يكون على الأقل أخذ الشهادات اللي خاصة في الدي اتش اي اس 2 فاندمنتالز. فبالتالي هي عبارة عن معلومات تراكمية ولازم أخذ أول شيء الأونلاين بعدين أدخل على باقي الأكاديميز. هنا على الليفل 1 هاي الأكاديميز بيتم عملها بالعادة ضمن الهسب نوتس الموجودين حول العالم أو ضمن الجهات اللي بتخدم دي شايستو حول العالم. فدائما بنلاحظ إنه في عنا أكاديميات في أفريقيا ولا في مثلا آسيا. كل هذا الكلام توقف حاليا بسبب الكورونا فيروس وتحولت هاي الأكاديميز لأونلاين أكاديمي. الأكاديميات اللي كانت فيزيائية كان شوي في كلفة بتترتب عليها بالسفر والتيكتينج، يعني تيكت الطيران، وهي أصلاً أكاديمية مدفوعة وبعدين في عنا الفندق. حالياً كل هاي الأكاديمية صارت فور فري أونلاين خلال زوم عم تنعمل ضمن تولز خاصة بالتعلم الإلكتروني. ممكن واحد إذا كان مهتم أو شخص مهتم ممكن يسجل على هاي الأكاديميز. هلا نشوف كيف التسجيل. غالباً ليفل 1 هو بيكون متخصص في موضوع معين، فمثلاً بنلاحظ في عنا أكاديمي ليفل 1 خاصة في الاناليتكس تولز بتحكي عن التحليل، في عنا ليفل 1 خاص بالتراكر وبناء برامج تراكر، في عنا ليفل 1 خاص في الديزاين كاستمايزيشن، عبارة عن اكاديمي خاصة في مواضيع بناء السيستم وبناء البيانات الأساسية اللي فيه والميتا داتا الموجودة فيه. فهي كلها موجودة في الليفل 1. في عنا كمان ليفل 2 بيكون متخصصة أكثر، مثلا في عنا شيء خاص في الأندرويد، في عنا قد تكون هي أكثر للناس اللي هن شغالين بشكل تكنيكال على السيستم. قد يكون في عنا مثلا أكاديمية خاصة في موضوع تراكر امبلمنتيشن من ناحية البروجكت مانجمنت، من ناحية البلانينج، من ناحية طريقة تطبيق هذا السيستم. في عنا أكاديميز بتكون حسب الحاجة. في عنا مثلا أكاديميز خاصة في إدارة السيرفر، في عنا شيء خاص في داتا كواليتي، في عنا أكاديميز خاصة في ديزيز سيرفيلانس بتكون مثلا
ركزي على برنامج طبي معين مثلا مثل التي بي. في عندنا اكاديميز بتحكي عن كوميونتي هيلث انفورميشن. فكل هاي الاكاديميز تشوفوها ان شاء الله على الويب سايت. اللغات اللي بيتم تقديم فيها هاي الاكاديميز او هاي التدريبات هي حاليا الانجليزي الفرنسي البرتغالي والاسباني. للاسف ما في اي شيء في اللغه العربيه. عم نحاول يعني او تم السعي لعمل اكاديمي باللغه العربيه قبل سنه او سنه ونص، ولكن ما حالفنا الحظ. في عندنا مؤتمر سنوي بيصير تقريبا بشهر 6 في اوسلو في جامعه اوسلو. ممكن الناس المهتمين حتى انه يشاركوا فيه ويحضروا. بيجوا ناس من مختلف العالم، مختلف يعني دول العالم، حوالي 200 ل 300 شخص، وبيكون في سيشنز متنوعه. السنه الماضيه بسبب الكورونا فيروس كمان صار هذا الايفنت صار اونلاين، فحضر ناس بشكل كثير كبير حوالي 1000 شخص. فممكن الناس المهتمين يتابعوا. في حال انا بدي اتعمق اكثر ممكن الجا للدوكيومنتيشن الخاص في السيستم. ممكن نشوف في عندنا حاليا صفحه خاصه في الدوكيومنتيشن ممكن اطلع عليها. الروابط كلها في عندي كوميونتي اوف براكتس، او عندي بلاتفورم كامله لموضوع الكوميونتي الخاصه في دي شيستو. في عليها حوالي 2500 شخص بيتم تبادل فيها الاراء واخذ السبورت او طرح اسئله. كل هذا موجود، كل هاي الروابط رح نشوفها حاليا موجوده على الويب سايت. اضافه لبعض السيرفرات اللي هي خاصه في تجريب السيستم ممكن كمان نطلع عليها. رجعنا على الويب سايت الخاص في دي شيستو، لاحظ كل هاي المعلومات اللي حكينا عليها. مثلا اذا جينا على resources راح نلاحظ من هون documentation موجود، نلاحظ في عندنا الديموز. ممكن انا اوصل لكل السيرفر عشان اجربه بسهوله من الويب سايت. حتى ممكن مثلا في حال كنت شخص نشيط في الكوميونتي، فممكن بسهوله انه اوصل ل الكوميونتي. ممكن اعمل داونلود للسوفت وير، فالموقع جدا بسيط ممكن استخدامه بسهوله. تمام، في حال رحنا على الاكاديميز الموجوده فحنلاحظ هون في عندنا بلان كامله كل الاكاديميز اللي راح يتم اجراءها في مثلا النصف القادم من السنه 2021. فممكن واحد يضيف هاي الديتس عنده ويسجل عليها. انا اسف الشرح كان سريع، بس ولكن حاولت قدر الامكان اعطيكم overview سريع عن السيستم. ممكن بعدين يكون في عنا سيشنز في موضوع معين. الناس اللي حابين مثلا يطلعوا على تطبيق السيستم في مواضيع معينة ممكن يروحوا على اليوزر ستوريز. ممكن يشوفوا كتير مواضيع منشورة عن كل بلد طبق السيستم بطريقة معينة. ممكن حتى واحد يطلع على الأبحاث اللي تم عملها باستخدام السيستم من خلال موقع DHIS2. رح حاول نشوف حاليا موضوع الأسئلة إذا كان في عنا أسئلة. أخي معاذ في شيء أسئلة معينة ممكن واحد؟ في بارك فيك، محاضرة جميلة جدا جدا جدا. فيه بعض الأسئلة، وكان أنا في بداية المحاضرة كان في سؤال على موضوع بأن هل يجب تفعيل كامل أو هل يجب تفعيله في كامل مستشفيات ليبيا بش الواحد يقدر يبدأ يستعمله، ولا هل يكفي بأن في عيادة واحدة واحد يبدأ يشتغل عليه الموضوع؟ طيب موضوع التفعيل هو صراحة بيكون ضمن خطة للimplementation. لما بيتم تفعيل السيستم أول شيء بيكون في بايلوت، يعني بيتم تفعيله في نقول عدد معين من الفاسيليتيز حيث يتم أخذ دروس مستفادة ويشوف كيف عم تمشي عملية التفعيل. بالإضافة لموضوع تفعيل السيستم بيكون في عنا خطة للتدريب وتدريب الكوادر. غالباً بيتم عمل TOT في الأول أو تدريب للمدربين، وهدول الأشخاص هن بيدربوا مثلاً المحافظات الثانية. فبهي الطريقة الموضوع الثاني هو في حال أنه رح فعل السيستم على مستوى بلد. أنا كنت عم بحكي على مستوى وزارة الصحة، فهو لازم بالأخير توصل لكل الفاسيليتيز. بس ولكن هل الفاسيليتيز هتعمل ريبورتينج للمعلومات لكل المعلومات لفورمز معينة؟ هاي بتم كمان وضعها ضمن خطة يعني نشر هذا التطبيق. بس ولكن كل وزارة الصحة بالأخير في عندها استمارات معينة أو فورمز معينة بتم جمعها بشكل شهري مثل ما حكينا من كل الفاسيليتيز. ف
ففي حالي يعني بدها تعمل إدارة لكل البيانات، فبالتالي لازم يتم تفعيلهم على كل الفاسيليتيز بمختلف أنواعها. القسم الثاني ممكن يتم تفعيله مثلا ضمن برامج معينة، يعني مثلا ممكن يتم تفعيل سيستم أو تفعيل سيرفر خاص أو جزء خاص من السيستم لإدارة برنامج طبي معين، مثلا مثل حاليا ما عم نشوف موضوع الكوفيد، فهذا بيتم تفعيله ضمن الفاسيليتيز اللي بتقدم هاي الخدمات. ممكن مثلا موضوع النترشين مثل أو موضوع اللقاح، فهذا بيتم تفعيله ضمن الفاسيليتيز اللي بتقدم هاي الخدمات. جميل. أنا فيه سؤال آخر ترى نشوفه. كيف نحفظ البيانات؟ انت ما حتحفظ، هو السيستم حيخزن، السيستم حيخزن البيانات طبعا على السيرفر مثل ما حكينا. طبعا اغلب الناس الشغالين في وزارات الصحه بيكون اصلا في عندهم انفراستراكشر او عندهم بنيه تحتيه، في عندهم سيرفرز، في عندهم نتوركس خاصه فيهم، فبالتالي بيتم تخزين هاي البيانات فعليا ضمن سيرفرز خاصه في وزاره الصحه، وبيتم اخذ كافه الاحتياطات لموضوع الداتا سكيورتي، فبالتالي بيتم نقول تجهيز السيرفر بضمن معايير معينه بحيث يحافظ على الداتا سكيورتي، زائد موضوع الاكسس. بيتم توزيع حسابات، مثلا كل فاسيليتي لازم يكون في له حساب، او كل شخص حيستعمل السيستم بيكون في له حساب خاص فيه. طبعا هذا الحساب بيتم ضبط الصلاحيات، فممكن يكون في عندي فريق خاص في الداتا انتري او في عندي فريق خاص في الداتا اناليسز، فكل شخص في له صلاحيات معينه، هي الصلاحيات مقيده في المكان، ممكن يكون هو فقط له اكسس على البيانات الخاصه في الفاسيلتي تبعه، او ممكن يكون هو شخص على مستوى اعلى في الليفلز الخاصه في الاتش اي اس. ففي حال كان هذا الشخص او هذا الموظف على مستوى لنفرض محافظه، فبيكون في عنده اكسس على كل محافظه، فكل هذا بيتم ادارته من خلال السيستم. وغالبا بيكون بكل بلد في فريق يتم العمل على تطوير مهاراته بحيث هو يكون مستلم اداره السيستم قدر الامكان بدون اي اكسترنال سبورت. جميل. السؤال هل هو فري؟ السيستم طبعا فري باعتباره اوبن سورس، طبعا فري ممكن طبعا، بس ولكن محتاج بعض المهارات التقنيه حتى واحد يستعمله عنده. الناس اللي محتاجين مثلا انه يستعملوا السيستم من باب التجربه، فمثل ما حكينا على الموقع في رابط خاص للسيرفرز عباره عن ديمو داتا ممكن واحد يجرب فيها السيستم. في حال شخص كان بحاجه انه يستعمل السيستم لريسيرش معين، في عندنا شركات منصوح فيهم كمان موجودين على الموقع، يمكن واحد يشوفهم بسهولة. في عندنا جزء خاص في الهوستينج، تمام، ضمن الريسورسز هوستينج. هون في عندنا شركات بتقدم خدمة الـ DHIS2 بشكل جاهز للناس اللي هن ما عندهم فريق تقني إنه يعمل لهم السيستم، فممكن واحد يلجأ لهي الشركات أو راح يتعاون مع أحد الـ DHIS2 experts عشان يعمل له السيستم. تفضل اخي معاذ، عندك سؤال؟ اذا تقدرين تقراهن، في واجد النجان حاليا في الكومنتات. انا رح اشوف الاسئله على الشات. موضوع الالتزامات الماليه سؤال كثير مهم. مثل ما حكينا السيستم هو اوبن سورس، فبالتالي احنا ما في عندنا لايسنس سنوي بندفع. غالبا الكوست اللي بيتم دفعه ضمن تطبيق استخدام ديش اي ستو، او في حال حبينا نطبقه ضمن مشروع معين او مؤسسه معينه، هو عباره عن سيرفيس تشمل استشاره من ناس مختصين في السيستم، تشمل تدريبات، تشمل سبورت. فهي الالتزامات الماليه مثل ما حكينا هو كسيستم فري، يعني ما بتدفع عليه اي شيء، ان كان السيرفر او حتى كان تطبيق الاندرويد، فهذا كله فري. في حال كان المؤسسه في عندها قسم خاص في تكنولوجيا المعلومات قادر انه هو يعمل انستوليشن للسيستم، يعمل له امبلمنتيشن، فبالتالي ما حيتكلفوا شيء. Can we use the system in education؟ طبعا مستخدم جدا في الادوكيشن، حتى اذا كان رحتوا على احد اليوزر ستوريز الموجوده في بلد او عده بلدان استعملوا دي اتش اي اس 2، او في عندنا قسم خاص في الادوكيشن ممكن تطلعوا على هذا القسم. هل كان في شخص محتاج معلومات معينة ما قادر يوصل له، ممكن إنه يتواصل معي وأنا جاهز إنه أساعده في هذا الموضوع. هون في عنا أكثر من بلد، نلاحظ في عنا هون
تقريبا 5 بلدان عم يستعملوا دي شايستو ك education management information system. وفي أسئلة كمان معلومات عن تدريب مدربين. هذا النوع من التدريب غالبا بيكون ضمن نقول internally ضمن مثلا أحد الهيسب نودز حتى واحد يوصل لمستوى تدريب مدربين. صراحة بده يكون يعني مارر على أغلب التدريبات، تمام، بده يكون شخص يعني خلينا نقول مهتم في موضوع دي شايستو، هو محتاج إنه يقدم هاي الخدمات للناس تانيين. فغالباً بعد فترة من خلال الكوميونتي والتواصل مع الناس ممكن يحصل على هذا التدريب. في حاله حابب يدرس أو يتعلم بنفسه، ففي كتير يعني resources، في كتير فيديوز على اليوتيوب، الدوكومنتيشن الموجود على الموقع كتير رائع. التسجيل على level 1 و 2 من الأكاديميز كمان موجود على الموقع ضمن صفحة الأكاديميز. حالياً فرصة كبيرة للناس المهتمين أنه يسجلوا، لأنه كان سابقاً لما كان هاي الأكاديميز هي فيزيائية كان بتكلف مبلغ صراحة، بين تكت طيران، بين فندق، وبين رسوم التسجيل. حالياً كله هذا عم بيصير فري أونلاين، بس ولكن لازم واحد يبدأ بالأونلاين، لازم الشخص يسجل على الأونلاين أكاديمي، تمام؟ هي كمان موجودة على الموقع مثل ما شفنا. قولي إذا كان رحنا هون على الأكاديمي رح نلاحظ في عنا رابط خاص بالأونلاين أكاديمي، فمن هون أنا فيني أوصل وأعمل تسجيل على الرابط على هاي الأكاديمي. وبعد ما أكمل كل المحاضرات وبعمل كل التدريبات وبحصل على شهادة بسهولة. أسئلة عملية تدريب الفرق. موضوع التدريب هو صراحة بلان بيتم العمل عليها غالبا، يعني لما يكون في عنا مؤسسة أو وزارة مثلا بدها تطبق السيستم فبتختلف الاحتياجات، فبالتالي بيتم عمل خطة تدريب لكل جهة. في حال مثلا عم نحكي على مؤسسة هي فقط حتستعمل السيستم، فبيكون عبارة عن تدريبات بتركز على استخدام السيستم، على داتا انتري، على داتا اناليسز. بينما لما نحكي على وزارة فبالتالي لازم يكون في عندنا هون مفهوم نوليدج ترانسفير، فلازم يكونوا عندهم كامل المعلومات الخاصة في السيستم. فهون بياخذوا تدريبات مكثفة وفي كل المجالات، من خلينا نقول إدارة مشروع تطبيق الـ DHIS2 لعمل installation للسيستم، إدارة الداتابيز، إدارة البيانات، وعمل backup لهي الداتابيز. بعدين ممكن ندخل على موضوع design customization، كيف يبني السيستم، كيف يبني كل البيانات الأساسية، كيف ينزل على السيستم وكيف يضيف على السيستم شجرة الخاصة في التقسيمات الإدارية الخاصة في البلد. كل هذا الكلام بيتم العمل عليه. بعدين بيتم مثلا في حال بدهم تراكر فبيتم الدخول على موضوع تراكر. أغلب المواضيع تأخذ من 5 ل 7 أيام تدريب أغلب المواضيع، يعني مثل ما حكينا حسب احتياج الموجود ممكن واحد يصمم تدريب لهي المؤسسة. دعم اللغة العربية حاليا في ترجمة للسيستم، يعني في حال شخص اختار الواجهة العربية ممكن إنه يشوف السيستم في اللغة العربية، بس ولكن ترجمة محتاجة صيانة. لما الشخص رح يبني أو الجهة رح تبني أي استمارات داخل السيستم يمكن بسهولة بناءها بأكثر من لغة. يعني في حال كان في عندي فورم معين أنا رح استعمله فممكن فورا أبنيه باللغة الإنجليزية واللغة العربية بسهولة، ما في عندنا مشكلة أبدا. بس ولكن الترجمة الخاصة في الواجهة محتاجة صيانة صراحة. موضوع الدعم الخاص في اللغة العربية بشكل عام ضعيف بسبب أنه في ضعف من المؤسسات اللي بترعى هذا الموضوع في العالم العربي، فلذلك بنلاقي ما في أي سبونسرشيب لتدريبات في اللغة العربية، ما في أي سبونسرشيب لمشاريع بتدعم اللغة العربية أو إنشاء مثلا جايد يعني جايدنس أو جايدلاينز خاصة في السيستم باللغة العربية، ففي شوية ضعف. في بعض الأسئلة وحدين يبوا يدوا على المايك. أوكي ممكن أنت تفتح له المايك من عندك؟ أو أحمد
كان عندك سؤال أظن يا أحمد كان. السلام عليكم أخونا عبد الرحمن، أول شيء بارك الله فيك على الشرح والتبسيط وعليكم الموضوع، السلام. هذا أول شيء. ثاني شيء حبيت نسألك، أنك في بداية الشرح متاعك كنت تحكي على داتا أناليسيس، ولكن صحيح. من خلال الشرح متاعك شفت أن داتا بيز، يعني ما شفتش يعني ما شفتش سيموليشنز، ما شفتش كيف نقول لك، ما فيش أي مجال أن شخص يحط مثلا مع الكوفيد 19، بما أنك في شهر 3 كان بانديميك جديد على العالم، فالبارامترز اللي استعملوهن الماثيماتيك موديل كان كله جديد، ولكن بالبلاتفورم اللي وريتها لنا حاليا يعني ما ورتنيش أي خانة أني نحط فيها معادلات نحلل الداتا متاعي بالطريقة اللي بيها أنا. هل في إمكانية بالبلاتفورم هذا استعماله لتحليل بيانات بالطريقة تقدرني كاستمايز يعني؟ ممتاز سؤالك. قد أكون يعني ما دخلت على هذا الموضوع لأنه صراحة هو بيهم الناس تقنيين أكثر، فإن شاء الله لا رح أحكي لك عليه. هون أول شغلة رح أحكي على موضوع معين هو الباكيجز الموجودة. يعني مثلا خلينا نقول في حال أنا حبيت أستعمل DHIS2 لموضوع الكورونا فيروس، فحنلاحظ أنه إننا عاملين ريسورسز كاملة ما فيها ترينينج جايدز، عاملين كونفيجريشن جايد وحتى تريننج ماتيريالز، وعاملين يعني ماتيريالز رائعه، بالاضافه انك تاخد الباكج يعني باكج جاهزه، مجرد ما تعمل له امبورت على دي شيز 2 فحتلاقي صار في عندك برنامج كامل لاداره الكورونا فيروس، موضوع البيانات خاصه في الكورونا فيروس، وحتى الداشبوردات وحتى الانديكيتورز كلها معموله. طيب هذا الكلام يطبق على مثلا اكثر من موضوع. فمثلا اذا رحنا على الواجهة لي in action بعدين WHO packages، هنلاحظ هون كمان نفس الموضوع على أكثر من برنامج طبي. فهنلاحظ مثلا في عنا شيء خاص في الـ API، تمام، فينا نعمل download لهي resources ولهي الباكج. في عنا الـ HIV ملاريا، تمام، فكل مثلا الـ case of this أو شهادات الوفاة، فكل هاي عبارة عن باكج جاهزة عملتها الـ WHO، بيتم عملها import بـ ثانية أو خلينا نقول دقيقة واحدة فقط على السيستم، وتنبنى داخل السيستم وتم استعماله. فهذا بموضوع الباكيجز. الموضوع الثاني اللي حكيت عليه اللي هو أنا كيف بدي أبني إنديكيتورز. يعني أنا حكيت ضمن الشرح بشكل سريع أنا كيف أستعمل هاي الإنديكيتورز، كيف أستعملها كشخص عم بيحلل البيانات بس، ولكن كيف أنا بدي أبنيها بسهولة. أنا في عندي ضمن واجهة المينتنس أو واجهة إدارة السيستم، أنا فيني هون أعرف الإنديكيتورز بسهولة. فمثلاً إذا أخذنا الـ ANC1 coverage، دخلنا على هذا الإنديكيتر، أول شغلة بنحدد التايب تبعه، هل هو عبارة عن بيرسنت، هل هو هذا الإنديكيتر عبارة عن إنديكيتر على مستوى مثلاً يعني بيكون تقسيم على 1000، على 10,000، تمام، على 100,000، هل هو بشكل سنوي، فبتم إدخال كل هاي المعلومات. بعدين بنحدد شو هو البسط الخاص في هذا الإنديكيتر. فعندي البسط عبارة عن total ANC 1 visits، عدد الإجمالي لزيارات الـ ANC، هذا بيكون في البسط. وفي المقام هو عبارة عن الـ estimated number of pregnant women، يعني عدد تقريبي أو عدد تقريبي لنساء الحوامل. فبيتم عمل indicators بهي الطريقة، هذا على مستوى الـ aggregated data. نفس الشيء في موضوع إذا كان أنا عم استعمل program indicators أو اللي هي الخاصة في الـ individual data، ولكن الموضوع في الـ individual data شوي صعب يعني على شخص ما أنه متخصص. فأنا من خلال هاي الواجهة أنا فيني طبعا أنه مثلا أجي على program indicators، هون أنا صار عندي عبارة عن شيء أشبه بالquery على database، في عندي كتير تفاصيل، في عندي يعني expressions، في عندي فلاتر مطبقة. الميزة الحلوة إنه هذا كله بيكون من الواجهة، يعني ممكن واحد بسهولة بمساعدة documentation يبني هاي الindicators يوصل له، تمام، ما بيحتاج برمجة لأنه هو السيستم أصلا معمول بحيث إنك أنت ما تحتاج إنك تشتغل على أي coding على أي برمجة. فكل هذا بيتم عمله، تمام، ولكن شوي advanced، فلذلك أنا ما حبيت أحكي عنه لأنه شوي تخصصي. ممكن من خلال الأكاديميس والدوكومنتيشن ممكن واحد يحصل لهي المعلومات، بحال احتجت مني كمان أي مساعدة أنا جاهز.
مشكور خونا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. كمان أسئلة؟ تجاوزنا شوي الوقت. أنا شخصياً عندي وقت، ما عندي مشكلة أبداً، إذا كان حبيته ناخذ وقت أكثر. ففي حال في حدا عنده كمان أسئلة، فأنا جاهز، ما كان عندي أي مشكلة. في سؤال على الكورسات. أول سؤال كان طول أو مدة الليفل 1 وليفل 2، وأنا دورت لقيتها 6 أيام. وطبعاً كيف لازم الشخص يكون داير الكورس قبل ما يبدأ في الفاندمنتال؟ صح. عندك معلومات على الكورس الأولي هذا اللي دار قبل ليفل 1 وليفل 2؟ اوكي، هلا مثل ما حكينا موضوع الكورسات هي كلها موجوده. اذا رحنا على هون صفحه اكاديميز، مجرد ما نروح عليها هون موجود كل المعلومات الخاصه في الكورسات، تمام. مثلا في حال رحنا على الفانديمنتالز، راح افتح صفحه هون، سوري رحنا هون انا راح اوصل على البلاتفورم الخاصه بالتعلم الالكتروني، تمام. واحد يعمل ساين ان، او مجرد ما تعمل ساين ان هون، انا ما عندي الباسورد هون صراحه من زمان ما دخلت عليها، ومجرد ما تدخل تعمل ساين اب اول مره او تدخل على السيستم، فهون راح تشوف الاكاديميات الموجوده. حاليا في عندنا فقط تو اكاديميز موجودات، الفانديمنتالز هي الاساسيه لاي ليفل 1، لازم واحد ياخذ فانديمنتالز. وبعدين عاملين من جديد، يعني عاملين من كم شهر الايفنتس. كل التو اكاديميز هن فري طبعا، وكمده مجرد ما واحد يعمل لوجن بيشوف بالضبط شو المواضيع، شو البلان تبع الاكاديمي، كم محتاج وقت، شو السيشنز الموجوده، بالاضافه انه بيتم عمل زي نقول اكسرسايزز او تدريبات عمليه بيتم عملها على السيستم. هو صراحة شيء جدا رائع. الشرح هو ليس فقط يعني نظري، ممكن واحد يعمل يشتغل بإيده، يعمل أناليسز، أو يعمل حتى إنشاء الاستمارات. فكل هذا الكلام موجود في تو أكاديميز. جميل جدا. أتوقع بأن إذا ما في حد عنده سؤال يقوله على المايك، بإمكانكم تبعثوا إيميل لي عبد الرحمن أو لنا نحن عبر الإيميل أو فيسبوك. هذا إيميلي أنا كمان. جميل جدا. سكايب، حتى موبايل، واتساب، في حال احتاج أي شخص يسأل سؤال أو محتاج مساعدة بشيء معين، فجاهزين ساعده إذا عندنا أي مشكلة إن شاء الله. جميل جدا. وأنا عملت فيدباك فورم، فنتمنى انكم كلكم اللي ما زلتوا موجودين في المحاضره تعملوا الفيدباك فورم، وموجود ايضا ايميل انسجن ليبيا. فبارك الله فيكم كلكم، وجزاك الله خيرا عبد الرحمن، محاضره جميله جدا وموضوع جميل، وان شاء الله ممكن في المستقبل نديروا محاضرات اكثر عن نفس الموضوع. اوكي، الله يعطيك العافيه، مشكور جدا اخي معاذ، شكرا صراحه على هي المبادره اللطيفه. أعتذر، كان الشرح كتير سريع وشوي الأفكار محتاجة واحد يركز فيها، ولكن قدر الإمكان أنا حاولت أنه أعطي فكرة عامة، يعني اللي هو السيستم صراحة يعني محتاج يومين أو ثلاثة حتى واحد بس يحكي كإنترودكشن عن الفيتشرز موجودة فيه. كتير فيتشرز ما حكينا عليها لسه، موضوع النوتيفيكيشنز الموجود، موضوع الانترنال مسجينج، ففي كتير قصص يعني. بس ولكن خلينا نقول عبارة عن فقط كيف واحد يبدأ في حال كان مهتم في دي شايستو، كيف يبدأ وشو الريسورسز اللي ممكن يحصل عليها. جميل جدا. لا والله محاضرة جميلة وانترودكشن حلو جدا، يعني شوقنا، خلانا نبناف أكثر على الموضوع، فرائع يعني. فإن شاء الله مستقبل نسمع منك بجديد إن شاء الله. ممكن نعمل شيء خاص، في أحد الأخوة طلب يكون في سيشن خاص على موضوع الأناليسز، فحاضرين ما عندنا أي مشكلة إن شاء الله. جميل. أوكي، معناها بارك الله فيكم كلكم جيتوا. حننهي اللقاء حالياً، وحيكون موجود المحاضرة حتكون موجودة على اليوتيوب بإذن الله.
فبارك الله فيكم ونشوفكم إن شاء الله في مستقبل جديد. السلام عليكم.